السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. المفروض على حين الصباح والتصوير هذا أول شيء يجيكم من وين؟ من غلاسكو اللي هي عاصمة سكوتلند. لكن سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل. حين بنعد عليكم القصة من أولها لين آخرها. القصة الله يحفظكم. يوم عدى أمس الصبح مشيت عيونتنا الله خير، وزهد ساماني زاهب، وتلبست وتعدلت وتروحت يعني، وتدخنت وتريكت وعينت من الله خير، ويلست شوي ولدنا يا يدريول. اشتليت سرت دبي المطار، طار دبي الدولي. طيارتي الساعة كم؟ طيارتي الساعة 2:50 تقريبا، 11:30 يعني قبل الإقلاع بثلاث ساعات. وسويت خلصت من التشيك إن ودخلوا كشيري، وسرت الجوازات وسولفت ورمست وخطفت، وسرت الدوتي فري، وسرت ما أدري وين، ولجيت العرب وسولفت وياهم، ودخلنا ولقيت جماعة من هل دبي وصورت وياهم داخل، وركبت القطار وصورت، وصلت صالة هل بالبزنس كلاس وتغديت وعينت من الله خير، وأسولف وأرمس وأصور وعندك ودونك. وصلت عند البوابة مالتي اللي هي A9 البوابة مالتي، وشي باب زجاج عادي يعني، بينك وبينه أقل عن نص متر تقريبا. من تدخل من الباب الزجاج هذا يأخذونك البوردنج وتدخل سيدة يدخلك الطيارة. أنا وقفت هني دونه الباب هذا، طلبت لي قهوة، جلست قهوة مشاهد هالكابينة وين اللي يدخلون آخر من أول الطيارة، وارمس ويا هذا واصور ويا هذا، وعندك ودونك، وحد ساير وحد جاي، وعندك ودونك وسير وتعال، ويود ابوك عن اخوك، وفتش اخوك عن يعني، والسالفة مطرجة. واشوف العالم تدخل، والعالم تدخل فجأة استوت صخة ما شيء، لا حد يسير ولا حد يجي. كنت في خاطري ما ركزت، تميت يعني أطالع العرب، ولأن انقطعت العرب وانقطع السائر والياي، وانقطع الله يحفظكم السائر والياي، انقطع السائر والياي. جلست أتفكر في خاطري شو ياهم العرب، استوت هالصخة كلها، لا شيء يحس أوادم ولا شيات ولا عنبو، عيد الشهر شو مستوي. فجأة الباب هذاك اللي بق عليه بورت انه تم اغلاق البوابة. شو يا مغلقه والبوابة؟ ترى ابوي خلاص، اللي دخل اللي تشد دخل، واللي خاري تم خاري، وانت منهم يا ابو محمد من اللي تم وخاري. وادق الباب واري الباب وازقر على النرسه اللي داخلها، بالنرسه يسمونها المضيفه، دخليني رمسيني رد. والله يا ابوكم بن عمك اصمخ تشوفني وتدير عيونها، ترى القانون لازم تدخل الطياره قبلها بمده، ويسكرون الباب وتمس الطياره واقفه مكانها وخلاف تتحرك. وانا بقي بثارني، انا ابطيت اسوله ويا العرب ويا التليفونات ويا التصوير، والطيور طارت برزاقها، ابو محمد ابويا ويا التصوير ويا الناس يسولف. بغيتهم يدخلوني، بغيت حد رمس ما قالوا ابدا. بترمس ابويا هالقهوه اللي هناك، وهناك الريسبشن، واركض ما خليت حد، ما تشيمت يا شافع يا دافع، وسويت اتصالاتي وما قصروا والله، مخاوين شمي على الله يحفظهم دون ذكر اسامي ما في. قالوا ابوي بروا من الدبل. المهم الجماعه ما قصروا، جلبوا تذكرتي من عندهم روحهم. ايه
وتذكرتي على الرحلة اللي عقبها حق لندن. أنا وين ساير؟ غلاسكو شو اسمها هي؟ سكوتلند. سكوتلند أطراف لندن وأطراف بريطانيا ولندن في النصيف، وهاي أطراف بريطانيا آخر الدنيا، فتش بينها وبين لندن، لكن تبع لندن، هي تبع بريطانيا يعني، يقولون يعني، والعلم عند الله، أكيد أن كلامهم صح. زين، جلبوا تذكرتي حق لندن، قلت بوصل لندن، من لندن أبوي بغير طيارة ولا بشوف لي صرفة. والله ودوني جد الطيارة لندن، باجي ساعة وبتقلع الطيارة. اركض ما تركض، شلوا هناك، نزلوا شنطتي من الطيارة العودة هاي 380 وحولوها حق الطيارة لبسي لندن، ترى خلاص حصلوا لي حجز. يوم سرنا حق بيدخلوني الطيارة قالوا ما تدخل. ليش؟ قالوا ابوي انت ويزك حق سكوتلند ويزك على الطيارة هذه اللي طارت، ما تروم تسير لندن، لازم تكون عندك فيزا. قلت انا كنت في لندن توني قبل شهرين ثلاثة. قالوا لا، انت عندك بس فيزا اونلاين، لو عندك من الويز الكبار هاي الشرات الاولية اللي انتهت عنكم 10 سنين، ما علي، انت حين ويزك ويزا اونلاين. ووقفت هذه بسفرة واحدة، غير بدل، عندك دون؟ قال ابدا، بنحاول. نشى ابوي هل دبي جزاهم الله خير، وكلموا لندن المطار، قالوا نحن عندنا هالكيت 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 السالفة، والريال هذا ابوي عنده اجتماع في غلاسكو اليوم الحين، لازم يطير الحين وعن طريق لندن، طارت طيارته. قالوا سكروا بندق لكم، وهي لسه تريع العرب انتزرت الطيارة مالت لندن، خلاص الحين باجي 5 دقائق بيسكرون الباب. يرد من لندن ابوي ما رو من دخله، شو السبب؟ قال ابوي لازم يكون عنده فيزا، بدون فيزا ما يخصنا، هو تأخر على الطيارة، هذا الخطأ خطأه وهو يستحمله. يا ربي شو هي يا هي سالفة، ردوا نزلوا شنطته من الطيارة هاي اللي بعدها بسي لندن، ونزلوا شنطتي ورد لكم عندها بالجواز، عندها بالجوازات والله، كل موظفين وياي يحافظ عليهم من مكان لمكان، من كل العناصر، يعني الله يحافظهم ويبارك فيهم. ما قصروا الكذب خيب، ما قصروا هل بالطيران، وما قصروا هل بالموظفين، وهل بالشرطة، وهل بالجمارك. والله يا ابوك التحرى ينهم بمن عنوي عليه الامراض، والله ويشلوني جدال الجوازات ويكنسلون الختم اللي انا جيت فيه، ويخطفوني وين هناك الشنط، ويلس هناك وين الشنط، وتري شنطتي ابدا. حوالي 45 دقيقه لانها واصلت الشنطه، قالوا بتسير الفندق بتجيك شنطتك للفندق، بتسير بيتك بيتيك شنطه لين بيتك، بتري 45 دقيقه. الشنطه موجوده مع الاف الشنط، لكن لين توصل يبالها على الاقل 45 دقيقه. كنت براين ولا اسير لابو ظبي وتري شنطتي، برغم ان شنطتي ما فيها شيء ضروري اني انا احتاج له اليوم، لكن قلت في خاطري بدل ما عني الدريول، وتريت والله 45 دقيقه هناك وين خاري وين يتريون الشناط. الحين بتيكم السالفه، ظهرت خاري، قلت لهم اعطوني سياره بسير ابو ظبي، انا جاي بزنس وجايبيني هنتو. قالوا لا، تبي السياره اللي بتوديك ابو ظبي، تعالنا ورا بكرة يوم الخميس الساعة 8 بنعطيك سيارة، انت حاجز ساير ياي، وحجزك ابوي يعطيك سيارة في السير وفي الجاية، في النصيف مالك سيارة، تبى سيارة لز التكاسي ولا اتصل بيتكم بيطشوا لك الدريول. عاد ما قالوا شي، لكن بما معناه تعرفون، يلا لو ما سويت شي هبنا. انزين، ياهي مصيبة ياهي مصيبة ياهي مصيبة، شو بسوي شو بسوي؟ حدية من شرق وصورنا وسولفنا، حدية من غرب وصورفنا وصورنا، حدية من ناك وصورفنا وصورنا، وعندك ودونك، وخطف الوقت حوالي نص ساعة. يال رد من الطيران انه مالك سيارة الا يوم الخميس على موعد ييك انت من السفر، لان نحن مروا من صرف لك سيارة، السيارة تكون حقك اليوم اللي تسوي الطيارة بوردنج، وصلت من غلاسكو يوم الخميس
على حجزك تروم تاخذ السياره، قبل ما توصل الطياره انت ما تروم تحصل السياره، لان سيارتك اللي انت حاجزينها مربوطه بقدوم الطياره اللي انت بتيبك من غلاسكو اللي هو يوم الخميس. انا ترى سيارتي كلها يوم واحد، طاير بطير البارحه بيلس اليوم برد بكره، فهمتوا كيف سيرتي؟ يوم واحد، لانه كان ظني رمضان وجايت وعندي اشغال وعندي التزامات، فما رمت تيلس الا لازم العرب اللي انا ساير عسبهم متواعد ويا قوم الرقيبه منصور ويا ناس من هالكويت من رواد التواصل الاجتماعي مشاهير من الامارات انا الوحيد، ومن الكويت ما ادري كم من نفر ساير، ومن السعوديه ما ادري كم من نفر ساير، وانا الوحيد من الامارات مال التواصل الاجتماعي. واجتماعنا وين بيكون؟ عندنا تغطية في غلاسكو. وهذا ما صار، هذا اللي صار، وهذا أمه وهذا أبوه، وإن شاء الله بحاول أني أخذ التغطية من منصور الرقيبة وأنزلها في حسابي، يكون أني أشارك أخواني اللي من السعودية بالتغطية اللي هم سايرين لجلها في السعودية في غلاسكو، وإن شاء الله الله يقدم اللي فيه الخير. الأمراض بتيكم، تذكرت أن صلاح بيوصل الساعة 8:57، وحين الساعة 5 العصر وصلت 5 العصر، تخيلوا بس في مطار دبي من الساعة 11 لين 5 العصر، 6 ساعات، لكن ما كأنك جالس في مطار، والله يا أبوكم كأنك جالس في مول، حركة وصدحج وسوالف والإدارة، والله يا أبوكم قسما بالله العظيم، والله ين الابتسامة والترحيب ما بلي هنا للناس كلها، التحرى رب العالمين سبحانك يا رب، قال مسخر هالموظفين تحراهم، خطر عليهم يتلاوون وياك من يشوفوا كل موظف، وبهبل أنا حتى الهنود الباكستانية اللي يشتغلون في المطار يعني معاملتهم بحياتي ما شفت هالنمونة معاملة، تحرى عمرك داخل بيت عربي يعرفونك وتعرفهم من عشرات السنين، حتى العمال حتى اللي عند الدريولية خاري وين بتركب السيايير اللي بيقص لك التذكرة حق تحراك بينك وبينهم معرفة من مئات السنين، والله اللي يقطع التذكرة حق الوادي مرتبهم السيايير يبتسامته وتنكيته هو والاستاف واللي يشلون الشنار واللي يفتحوا لك الطريق واللي بيعبرونك من الرصيف هذا، يضحكون من كل مكان، يعني تحس بعمرك كأنك جالس في عند ناس انت تعرفهم من عشرات السنين، انا بحياتي ما شفت هالنمونة وشفته البارحة في مطار دبي، شيء عجبة العجاب، شيء لا صار ولا استوى، والله يا ابوكم يا الشرطة في المداخل والمخارج في كل مكان، الابتسام والترحيب للي يعرفون واللي ما يعرفون، يا عمي ويا سيدي زاحوا بك يدهين لا تنشبين ما بأنا، كل الناس تي بعاملونهم شيء غريب عجيب، سبحانك يا رب اللهم لك الحمد. أمراد الحين بتيكم السالفة، وتريبوا لين يجي صلاح، والساعة 8:03 صلاح واصل، وصل صلاح، هو جاي هو واختي العود ام محمد ومن هيوستن عقب زيارة لاختي المهندسة حصة، وحصة الله يشافيها ان شاء الله هناك تحت العلاج، نطلب من الله وتم من المتابعين ادعوا لها ان شاء الله ان الله يعافيها ويعفو عنها ويعفو عن كل مسلم يا رب العالمين. انزين وصل صلاح وصورنا وياه وسولفنا وياه، ركب ابوي هو مع دري ولف السيارة من عند الطيران وردوا لين الفلاح، وانا ابوي ركبت ويا سيارة ويا ام محمد وردينا لين بوظبي وضويت بوظبي، واليوم ابوي ناشف صباح الله خير، خلاص ترى ما شي يصير ما الله كتب نقطة اول السطر، هذه ابوي السالفة، هذا اللي حفظكم السالفة من اوليها لين تاليها بدون زيادة ولا نقصان، بنحط لكم التصوير اللي استوى في المطار والأشياء اللي استوت في المطار، يمكن 5 أو 6 فيديوهات اللي صورتن، وهاي القصة أولها وهاي آخرها، وكفى الله المؤمنين القتال. اتصلت بوي بهل السعودية وتعذرتهم، قالوا مسموح
وهذا شيء خرج عن الإرادة. والجماعة هني إخوانك وربعك رواد التواصل الاجتماعي كلهم أبوي بيسدون الحية، عبارة نحن كان قصدنا اللقاء وكان قصدنا أن نتشاوف وياك يا أبو محمد. الجماعة هذا الرئاس مع عبد الوهاب العيسى مال ما من أهل السعودية مال القوم العيسى يسمونهم، هكم بنية من الكبار هم اللي مسوين الاجتماع هذا ومسوين عندهم تغطية لمصنع خاص فيهم. عندهم مصنع هناك في سكوتلند خاص فيهم في المنتج معين، إن شاء الله أني بتري الفيديو مال عندهم وبنزلها لكم. وقال أبوي مسموح من الفرش للعرش، وكأنك وصلت، لكن ما الله كتب لنا نصيب نتلاقى وياك، وإن شاء الله بنتلاقى وياك في القريب العاجل، والله ييسر أمورك يا أبو محمد. بس وهاي السالفة أمها وهذا أبوها. في السم اللي داعيني اللي يسمونها اللي في ألمانيا ديزلدورف، يوم أسيل ديزلدورف أنا وإبراهيم توفيج قبل كم من شهر ونجلس 5-6 أيام ونتلاقى ويا قوم نهى نبيل وقوم بيبي عبد المحسن واستوى التصوير واستوى ضحك والسوالف هاك الأيام، هم نفس المجموعة بنتلاقى كنا وياهم في سكوتلند. قدر الله وما شاء فعل. وهذه سالفة أمها وهذا أبوها، وأحب أن أنزلكم الفيديوهات وبس عادة عليكم عين أبوها رمى لا 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 هي والله هذا اللي خلاني الباح الطير عني الطيارة، هذا اللي هو لا 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 الهدربة، هذه هي الرمس اللي طيرت الطيارة، لكن الحمد لله. يلا بنار مستخلاف سيف بالحصة الشامسي وأحمد بن سيف بالحصة الشامسي، هذا على اساس انه ولد هذا. انا اقول ابوي هاي ابوي اصدقاء، والله يا ابوك بيا الابو لان غير الوشر مثلك الوشره ولايتيه، الله يسلمك، الولد ظهر ظني على خواله الله يحفظه، والله مني ما اخذ مني منك، لا ليه تاخذ ربع اللي هني، الله يسلمك ان شاء الله. عادة الخادم وين سارين عادل؟ رايحين لندن دارك، شكلك انت لندن بعد. لا 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 انا بسالي جلاسكو خيانة، لا لا غير انا حينها اللي هي مخوة البوشة قريب الا ساعة ما ادري كم، سيروا يا انتو جلاسكو من هناك محمد عادة ستي تعالت مني ها صعت رقبته انا اسير جي وهو يصير من هناك، لا 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 لازم انتي ويانا صراحة نور الحبيب الغالي. أكيد في هالمكان اللي تحرى عمرك يالس في الدنيا، أنت الحين عبارة في هالمكان وهالموقع عبارة يالس في الدنيا كلها، معروفة الدنيا كلها في وين؟ الدنيا كلها في دبي، فلذلك أنا مشب دبي ما مفروض أظني يفترض أنه يضاف عدال اسمها الدنيا، الدنيا بكبرها بنات الدنيا تراها. اي والله مرحبا وسهلا بكم، مرحبا بك وسهلا، لقطنا الرجال المميز في هالمكان المميز، الله يسلمك ما عليك زود، والله مليون مرحبا بك وسهلا، حالك الله يحفظك وترد بالسلام، الله يسلمك، ساير طال عمرك 48 ساعة الله يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله ان اذا الله اراد ان بنتلاقى وياكم ان شاء الله ضروري ان شاء الله، شايف الخالد الله يحفظك طول بعمرك وعمرك يا مرحبا الساعة ما قصرني عدال كله تحرى عمري طويل، لا تطري الا سبني توك طريته، لا تطري هذا سلطان، نعم هذا الريال ما قصر هو وربيعه تحفون مسير يومين وامروا لي بالكوفي وما ادري شو ولا لا من هالقبيل، احنا ربعنا يعني بشكل عام كلهم بالمطار ابدا ما حد قصر، بارك الله نعم فيك وفيهم، لا خلينا منكم مشكورين يا شباب، يعني بعد جماعه يعني بيجيبون الله يحفظ بيئة اللحي والعارتي اوله نيو لوك حريت بي غدي مبزين ولا 90% من المتابعين قالوا خلها غاوي عليك العارض وخليته، قالوا لك شرط انك ما تصبغه، شرط ما تصبغه، قالوا شرط ما تصبغه ما تصبغه، فخليه غاوي حنا نصبغه حنا، الله يحفظك ما تاخذي قوش ابو خان، لا لا برايه حنا واحد، لا زين الله يحفظك، ابشروا بالبطل ابشروا بالبطل. ولا يدريبي خالد أنا المينون، السلام عليكم، أنت وين أنت؟ أنا موجود
قد لحمته ساكنته وين ذا وغادي غاوي مبيض. يلا يلا وين البوسه؟ السلام عليكم. بعد وحده؟ كيف حالك صلاح؟ انت وين انت وين انا موجود اسد. سلام عليكم. ما بسافر طارت عني الطياره والله. صلاح طارت الطياره. خير حبيبتي. ها ها الحمد لله على السلامه. ابو ظبي انا موجود. غادي غاوي مبيض. يلا وين البوسه؟ عليكم. بعد وحده؟ سيلفي وياك صورة. تعال عاد وراي تي وراك هي حق تظهر في الصورة. ها شوف هذا 1 2 3 هاي. لا تشيز قصدي تشيز. أحب فيديو ولا شو؟ لا صورة تشيز. 1 2 3 تشيز. قلت تشيز عادة تشيز ترى وعلى أبوه لما تشيز. تاخذين أفكار إذا أنت ما بتبدع ما عندك قوة الإبداع سيري بنيت الالهام. الشنطه المفروض تنفتح بوي في وين؟ في جلاسكو يا ابوك. ما الله راد ما شيء نصيب. ما الله راد. صلاح السلام عليكم. Good morning. سلام عليكم صلاح. انت وين؟ متى وصلت؟ الحين. بارتي اليوم صلاح. بارتي حفلة. صلاح. شو بتريق؟ تبقى بيض اليوم؟ دواركا. Why are you going there? إن شاء الله. ها؟ Why are you going there? Because يا سلام. No, I go that for that man. Okay, عليكم السلام. يلا. شوي. شوح. يا رك الله سر بيك. يلا يا فعايل. ها؟ صلاح ممنوع ياكل بيض؟ لا ما ممنوع اصلا زمان ما اكلت فول. الفول؟ يلا اليوم فول انا وصلاح. يس. هي الطاقة سنة. ما شاء الله. وين حفيظ عيال؟ ما تعرف حفيظ وين؟ ما اقول عنك شيء. ما شاء الله يا ربي يا البزرة. شو تقرا؟ سلام عليكم. ماشي حبه؟ ها؟ حبه وحده حبيتني في المطار ومتحسف عليها؟ ارد لك اياها ما اريدها. لا. يلا عيل، حبه من الكبار. مع حق كبير. سلام عليكم. صد هناك. كيف الحال؟ تمام. بخير؟ خير. تولهت علي؟ دويت. تولهت علي ولا لا؟ وايد ولا شويه؟ شويه. ليش تدخلون صلاح قبلي هنا؟ لا عادي انت مين؟ ها؟ انا عجوز. انت انا عجوز. شكرا. ليش انت؟ شكرا. زينة. انا عيوز؟ عفات فلان انت روح. وين؟ انت شكرا. روحه. اي كنت مرتز. هذا خلاص نسيت عاد الحين الصبح. نسيت الصبح هذا. الحين انسي قبل نص ساعة زاقر انك. انذكرت بزقرك مرة ثانية. بارد وبارد. وين البارد؟ انت جاي من امريكا الحين. شيء برد هناك في امريكا عندكم؟ ايه. وايد ولا شوية؟ لا وايد. وشيء مطر؟ بوم بوم. على طول مطر. والله؟ والله واحد يوم ما في ثاني يوم لازم في مطر. ايوه. صلاح شحال هالحصة؟ بخير وايد الحمد لله. زينة؟ شكرا لماما خبر. شو تقول لك حصة؟ خبر بابا خالد سالم. علي؟ دعم سبعي. ماما نوال سالم. سبعي. شب. قول لي شب. شب قول لي. صلاح تولهت عليك؟ تولهت. أنا بخير. تمام. استانست هناك؟ إيه.
كل شيء زين؟ زين. سويت مساج؟ لا بس شو؟ مال ظفور؟ مال ظفور. مال مانيكير بديكير؟ ايه. ومساج ما سويت؟ لا. ليش؟ زين. متى بعدين؟ تعال ان شاء الله. السفرة الجاية؟ ان شاء الله حبيبي. شيبت لي هدية؟ لا ما هدية. ليش؟ جوتي جديدة. حق منو جبت جوتي؟ أنا. هدية حقي أنا شو جبت؟ أنا شيبت لي هدية. لا ماشي. وين صار البطل العود هذاك؟ وين الثروب؟ وين الفروش؟ وين المطامير؟ ماشي. شو ياك؟ ما تاكل هناك؟ لا خس. خس؟ أرنب أنت. هذا هذا خيار. خس وخيار. لا لا. أرنب أنت أرنب؟ ما شاء الله. شو بعد؟ خيار وفواكه وخضرة وما في زيادة خبان وش روسك مع خضربان؟ بسم الله أشوف زين تربع وين أشوف أنا؟ وين الضروس؟ ما في هذا ما تكسر قدامي شيب أنت شيبة 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 غديت أخ عليك يا صلاح ما خلاص العروس الحين ما تبري اللي بلي ضروس منو يطر السلام؟ منو؟ خيخ سعيد سعيد شو منو سعيد؟ يا بكذا كذا؟ إيه على العريس بو بخيت أيوة أول العريس هو اللي يبلول الهريس إيه حين هي الله يرحمها هذا سعيد سعيد بن بخيت الكتبي هذا هو الأول اللي صديق ويانا من الطفولة يعني من يوم نحن صغار فحين يتذكر يقول سعيد هو الأول يجيب لنا هريس ويجيب أكل يطري عاد من قصر البحر الأول يعلى الله يعافي ويعفو عنه ويعفو عن كل إنسان مريض أو صاحي قول آمين يا صراحة آمين شي تبغي؟ لا ما شي حبه قبل ما أصير؟ حبه من الكبار قولي thank you my guide مع السلامة